هيلكات. تاني على طول هيحاول يعدي، مفيش مجال للتصويب، قافلين كويس قوي لعيبه النادي الاهلي. تاني على طول تروح للخطير، يصوب يصوب ويسجل اول اهداف اللقاء. هو ميكيسون، هو اللاعب الموزمبيقي الخطير اللي حذرنا منه، وموسيماني حذر منه، لعيب مزعج منه، اللي مزعج جدا رغم العدد الزياده اللي عامله النادي الاهلي، رغم تركيز لعيبه النادي الاهلي العالي جدا جدا وحالتهم الدفاعيه الجيده، الا ان لويس ميكيسون اللاعب الموزمبيقي يسجل اول اهداف. لو جات له فرصه ايضا مزدوجه، ولا انسى كره السوليه اللي شالها على خط المرمى، ودي وين جول براديو. الهدف الاول، والهدف الاول في غفله دفاعيه، ياتي مكابي لنوفو جلودي ويسجل هدف التقدم هنا وسط السيطره وسط الاستحواذ، ومن خلال الثغره الدفاعيه سدد الاولى وارتدت، وعتاب ولوم ما بين دفاع النادي الاهلي امامنا اهو. بص الراجل دخل امامنا اهو في العمق، مرور سهل قوي، ايمن اشرف والمرهره والمراوغه وترتد الكوره ومفيش بقى المتابعه. الفلاطه الفتح يسجل مكابي للوبو جلودي الهدف الاول في المباراه. محمد الشناوي، ريكي بولينجا والشناوي، والشناوي لكن يسدد امامنا هنا، يسدد ريكي بولينجا اللاعب البديل يسجل هدف امامنا، التعادل امامنا. ريكي تولينجا يسجل في الكره خاصه على مستوى القاره السمراء، كره كبيره بعيده منه بالراس، با 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 هدف ولا اروع. يا سلام جول، يا سلام على رمضان، اسمك عجب. وسلك على الجهه اليسرى عن طريق بخيت خميس، يخرج بخيت، ما زال عنده الكره الان من امام محمد هاني، كره بعيده في وضعيه التسلل ام لا، الحكم قال لا. كره خطيره، كره خطيره، كره خطيره، كره خطيره وجول، كره خطيره وجول. سيف الدين تيري، سيفك قاطع يا تيري. سيرينو، سيرينو ركنيه سريعه، يضغط الان فتره من فريق سان داونز بالراس، خطيره وهدف التعادل، هدف التعادل الماميلودي سان داونز نص الساعه. نوع من الاسترخاء، نوع من الاستسهال بعد الهدف، نصف ساعه 1-0، فما نوع من التراجع على المستوى الذهني للنادي الاهلي في هذا التوقيت. قلت ان سان داونز بدا يتحرك ويجد الحل ايضا.